السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة خليفة الغزالي. اليوم إن شاء الله جبت لكم فيديو جديد حول الكشافات، كشافات ديال الدوسان فان بروجيكتور. عندنا هاد البروجيكتور وقع واحد الكوت سيركوي حرقهم لينا بربعة. هاد الكشاف عندنا في المغرب كيسوى تقريبا 40 دولار، يعني 8000 ريال. الثمن ديالو غالي، وغنوريكم إن شاء الله الطريقة ديال الإصلاح ديالو. اخي المشاهد، بلا ما نحتاج نطول في المقدمه ديال الفيديو، غنقول لك دير اشتراك، غنقول لك دير تعليق. القناه راه ديالك، الى عجبك المحتوى وعجبك الفيديوهات الاختيار كيبقى لك، دير اشتراك ودير تعليق محفز باش نستمروا ان شاء الله، لان هذه القناه كتستافد منها بزاف كل ما يخص المنزل ديالك. اذا على بركه الله، اول حاجه غادي تحتاجها غتحتاج هذا الكابلي ديال الفران ديال الدراجه الهوائيه، وغادي تاخذ منه هذا الجزء النحاسي باش غادي تحيد الزاج اللي كاين في البروجيكتور، لان الزاج ديالو صحيح فيه واحد الكولا شاده مزيان. انا تهرست ليا الاولى وفكرت باش ندير هذا الحل، ومن بعد عطى نتيجه. فتحت هذا البروجيكتور بربعه، كتجر السلك من جوج اتجاهات باش غادي يدخل في الكولا اللي كاينه تحت الزاج. هنا عندنا هاد البروجيكتورات ثلاثه، جوج سيناهم ما خدامينش، واحد ما خدامش ما عجبنيش في الخدمه ديالو. اذا غادي نشوفوا الحل وغادي نشوفوا الاعطاب اللي كاينه فيهم. غادي نشوفوا هاد البروجيكتور الاول، عندنا لي ليد كلهم مزيانين، بالنسبه للدائره ديال هاد البروجيكتور هنا عندنا هاد الفيروستور كيبان ليا ها هو محروق. وقبل ما نتيستي هاد الدائره ديالي خصني نعرف اشنو هما العناصر اللي كاينين في الدائره. واول حاجه غادي نديرها غادي نقلب هاد لي ريزيستونس. عندنا بالنسبه للالوان ديال هاد لي ريزيستونس 20 اوم، فيهم 20 كل وحده فيها 20 اوم. الاخوان الحرفيين راهم عارفين الالوان ديال الريزيستونس. اما بالنسبه للمشاهد، ولا كنتي مثلا غادي تصلحها في المنزل ديالك، راه غادي تمشي عند صاحب الالكترونيات وغتقول له اعطيني ريزيستونس ديال 20 اوم. اما هادو اللي باللون الاسود فهما ترانزستور، واللي باللون الاسود صغار راهم دي ريزيستونس. غادي نفكو هاد الفيروستور وغادي نشوفوه، وغادي نشوفو السيري ديالو شحال فيه، وغادي نبدلوه بنفس السيري اللي كاين في هاد الفيروستور. هانتوما كيما كتشوفو هنا كتكون مكتوبة التعليمات اللي فيه. هنا عندنا هاد الريزيستونس هي كتبان ليا محروقة. غادي نجيبو واحد جديد وغادي نركبوه في المكان ديالو. وهاد البريدج راه مزيان، وكتبان ليا هاد الكوندونساتور حتى هي خصنا نبدلوها. بالنسبه لليد راهم مزيانين. اذا هانتوما كيما كتشوفوا حنا بدلنا الفيروستور، بقاو لينا هاد لي ريزيستونس غادي نعبروهم وغادي نشوفوهم. بالنسبه للكشاف الثاني عندنا هاد الريزيستونس هي اللي محروقه، عندنا الفيروستور مزيان، والعناصر الالكترونيه الاخرى على ما كيبان ليا كلشي مزيان. مشات هذيك الريزيستونس هي اللي محروقه، عندنا الكوندونساتور مزيان، لي ريزيستونس مزيانين. بالنسبه للكشاف الاول عندنا فيه أربعة لي ريزيستونس محروقين، حاولنا نعوضوهم بدي ديود. هادوك لي ريزيستونس ما كاينينش، حاولنا نبدلو ديودات في بلاصة لي ريزيستونس. هانتوما كيما كتشوفو عندنا هنا أربعة لي ديود. غادي نديرو واحد المحاولة وغادي نشعلو لي ليد. عندنا هاد لي ليد راه عبرناهم مزيانين، واخا كيبانو محروقين. عزيزي المشاهد، انا ديما كنحاول نقلب لك على الحل، يعني هاد القناه كتقلب لك على الحل وكتقلب لك باش توفر النقود ديالك. الا ما بغيتيش تخدم وتجيب لي بياس وتركب، غادي تجيب واحد
طابلو ديال الليد. هذا طابلو ديال الليد 75 واط، كنركبوه بهذا الشكل. هذا كنحيدو هذوك لي ليد اللي كانوا راكبين وكنركبو هاد لي ليد اللي دايرين. كاين عندهم ترانسفورماتور ديالهم كيتباع معاهم، هو احسن حل الا ما بغيتيش تبقى تخدم وتشري في البياس وتركب. غادي تركب هذا ديريكت. بالنسبه للثمن ديال هاد الليد الدائري، راه الثمن ديالو داير تقريبا 70 درهم، 7 دولار، 8 دولار. والفرق ما بين الكشاف الاول والكشاف الثاني هو 15 واط. ونحاول نستعمل هذيك القطعه الدائريه اللي حيت من البلاستيكه المربعه ديال الكشاف الاول، غادي نديرها لتحت على حساب الحراره ديال الكشاف، ونركب هاد القطعه البلاستيكيه اللي مربعه من الفوق على حساب عكس باش تعكس ليا الاشعه ديال لي ليد باش تعطيني اضاءه مزيانه. بالنسبه لهاد لي ليد ضروري خاص يكون عندك هاد الدرايفر اللي كيستقبل 220 اللي كيخرج لينا 132 فولت دي سي حتى 206 فولت دي سي. والطريقه ديال التركيب ديالو هي هادي، كنركبوه هنا مع هاد لي ليد. وكنظن بلي الامور واضحه. الا بغيتي تربح النقود ديالك كتحاول تشري لي بياس البروجيكتور الاول، الا بغيتي تربح الوقت كتشري هاد الليد الدائري وكتركبو. ودابا غادي نحاولوا ان شاء الله غادي نديروا واحد التجربه وغتشوف الضوء ديال هاد الليد والضوء ديال الليد الثاني، ما كاينش شي فرق بيناتهم كتير بزاف. وهاد القطعه راه ممكن تستعملها، راه متعدده الاستعمالات، ممكن تستعملها في اي مكان اخر. وهذا البروجيكتور الاول احنا اصلحناه وغادي نديروا ليه واحد لي سياج وغادي تشوف الفرق ما بين الضوء الاول والضوء الثاني. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى عجبك محتوى